وجهتنا اليوم إلى جبل بخمارو الذي يرتفع 2050 مترا فوق سطح البحر، وذلك لحضور احتفال الجبل السنوي للأهالي هناك. والمميز في رحلة اليوم أنه برفقتنا أول عائلات سعودية تذهب للمشاركة في الاحتفال السنوي لهذا الجبل. يبعد جبل بخمارو عن باتومي 130 كيلومترا، أي قرابة 3 ساعات. أما عن تبليسي فيبعد 338 كيلومترا، أي ما يقارب 6 ساعات. يقع هذا الجبل في جنوب إقليم غوريا، وهو أقرب إلى الجنوب الشرقي، ويرتفع عن سطح البحر 2050 مترا كما ذكرت. الطريق إليه سهلة ومرصوفة إلى أن تبدأ بالصعود، وهو ما يتطلب حذر شديد لكثرة الالتفافات وحدتها. كان الطريق ممتعا، ولحسن حظنا كان الطقس باردا وغائم، علما أن تاريخ اليوم هو 19 من أغسطس 2022، أي ذروة الصيف. وما إن بدأنا في الصعود حتى بدأ الطقس يزداد برودة والضباب كثافة. شوف الطريق صار هالقد ضباب للطريق لبخمارة. احنا هلقات بالطريق لبخمارة، طبعا لساتنا ما وصلنا، الطريق هيك زي ما انتو شايفين ضباب كثير قوي، كل ما بنطلع لفوق كل ما بيزيد الضباب. وقفنا شوي باستراحة بمنتصف الطلوع. هاي السيارات كل هدول راجحين على الفعاليات الشعبية اللي حتصير اليوم بالجبل. وما إن وصلنا قمة الجبل حتى كان المشهد غاية في الجمال غارقا في هذا الضباب. وقد توقفنا لاستراحة قصيرة بانتظار وصول سيارتنا الثانية التي تقل المجموعة السياحية الأخرى التي ترافقنا في رحلة اليوم. مين على باله قهوة بهيك جو؟ شايفين؟ حاول نقرب. وهنا تستمر السيارات بالتوافد في الوصول، فقد كنا من أوائل الواصلين هنا. كيف حالكم؟ احنا هلقات بجبل بخمارو زي ما انتم شايفين ورايا. هذا الجبل الصيفي اللي بيرتفع عن سطح البحر حوالي 2050 متر. في كل سنة في بالصيف لهم احتفال في يوم واحد بس، اليوم هو احتفالهم. كل الجبال الصيفية عندهم احتفال مرة بالصيف. هذه هي اللوحة تبعت 2022 لهذا الجبل، وعندنا هنا لوحة 2050 متر اللي بتقول لك ارتفاع هذا الجبل زي ما انتم شايفين. حاليا من هان حنشوف الإطلالة مع بعض، الاحتفالات حتصير تحت بالقرية تبعتهم تحت، وهنا الإطلالة أو الاستراحة. شايفين كل السيارات هنا توقف بترتاح، اللي بده يشوي، اللي بده يقطع بطيخ، اللي بده ياكل سندويشات، هنا مكان للاستراحة. والجو برد 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 شديد جدا جدا، وفي ضباب مغطي الدنيا كلياتها. هلا رح أفرجيكم الإطلالة ورايا كيف. شايفين احنا هان على قمة المرتفع على ارتفاع 2050 متر فوق سطح البحر. بعد وصول سيارتنا الثانية توجهنا معا لقرية الجبل حيث مكان الاحتفال، وبدأنا بالنزول تدريجيا إلى هنا. هلا بالطريق للفعاليات هيك. هدول كلياتهم الأكواخ، في منهم للأجار وفي منهم لأهل البلد نفسهم، اللي بيكون وضعه منيح هذا للأجار، لأنهم بيعملوا لكم إياه كومفورت خاص للسياح، والقديم اللي زي هيك هذا لأهل البلد. وما إن وصلنا حتى كانت السيارات تصطف في زحام شديد، وأعلام الاحتفال تظهر من بعيد، والشرطة تنتشر في كل مكان لتنظيم السير. هاي هي أجواء بخمارو، الاحتفالات الشعبية فيها. هلا رح نروح نقدم لقدام ونتفرج عليها عن قرب.
قلت لكم، المميز هذا اليوم هو وصول أول مجموعة سياحية عائلية من السعودية لمشاركة الأهالي لاحتفال السنوي لهذا الجبل. وما إن وصلنا مكان الاحتفال حتى بدأ بعض الأهالي بالترحيب بهم والتقاط صور تذكارية معهم، فهذه المرة الأولى التي تصل فيها عائلة عربية إلى هذا الجبل في هذا اليوم تحديداً، يوم الاحتفال السنوي والمسمى دوغفي. والله الصراحة الجو حلو، وصراحة شعور ما ينوصف بكلمة وكلمتين، يبغى لك كتاب على قولتهم. صراحة أجواء حلوة، مرة حلوة، أجواء جميلة، حلوة الأجواء هنا ما شاء الله، غيم وضباب وبراد، وفي مهرجان السنوي مرة حلوة ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الناس قد ايه على مد البصر. هلا احنا قربنا من مكان الاحتفال، طبعا هذا الاحتفال برعاية بنك جورجيا المركزي، هو اللي رعى احتفال سباق الخيول زي ما انتم شايفين. وهلا بنقرب من المنصة تبعت الخيول، هيها قدام. قمر جبات بعد ذلك توجهنا إلى أحد الفنادق هناك للاستراحة قليلاً، وهنا لابد أن أشير إلى أمر هام. في هذا اليوم نظراً للاكتظاظ الشديد للناس يصعب إيجاد دورات مياه خالية، حيث يمتنع أصحاب الفنادق عن السماح للزوار باستخدام دورات المياه لديهم نظراً للضغط الشديد. ورغم رفض البعض لذلك، إلا أن العاملين في هذا الفندق تحديداً رحبوا بنا ودون مقابل رغم عددنا الكبير. ونظراً لترحيبهم هذا، قررت العائلات المرافقة لنا البقاء هنا وتناول وجبة الطعام في هذا الفندق. وبما أن الوجبات هنا تعد طازجة حسب الطلب، سأستغل هذا الوقت لأريكم الفندق من الداخل. طيب هاي الأوضة هيك نظامهم، قصتي ديزاينيك هيك. اوكي. هاي فوق وتحت. هاي إطلالة الفندق. تكوني ساستمرو راكويا زوالي؟ زوالي بخمارة. زوالي بخمارة. اسمه زوالي بخمارة. هاي إطلالته. وهلا رح نجرب الأكل عندهم. هذه بعض الوجبات التي أعدوها لهم هنا. صحن مقبلات مشكل يحتوي على العسل، المربى، الزبدة، اللبنة والقشطة، وكلها طبيعية. سلطة الدجاج المشهورة لدى الجورجيين، وطبق تشادغ فيلي أي خبز الذرة مع الجبنة، وهو من أشهر الأطباق الجورجية هنا. هذا هو المطعم تبع زوالي بخمارة. الأكل كثير ممتاز، الخدمة كثير ممتازة، الحمامات نظيفة. إحنا والجروب تبعنا كان الوضع كثير جيد وعجبهم كل إشي بصراحة. بعد تناول الطعام عدنا إلى مكان الاحتفال، ولكن للأسف كانت الفعاليات قد شارفت على الانتهاء، فجلسنا إلى جانب النهر وتناولنا البطيخ والتقطنا بعض الصور التذكارية في جو غارق في الضباب. ونظراً لعدم حمل المجموعة المرافقة لنا علم بلادهم لتخليد وصولهم للمكان، استخدمنا الجوال لإظهار صورة العلم وتوثيق هذه اللحظة. أما الآن فتعالوا أريكم الطريقة الجورجية في تقطيع البطيخ. اختصاص. هيك الجورجيين بيقطعوا البطيخ. ها
ومع نهاية هذا اليوم بدأ العمال بجمع الإعلانات الطرقية لانتهاء الاحتفال. لقد كان يوما رائعا وأجواؤه جميلة جدا، وسررنا بسعادة واستمتاع المجموعة السياحية التي برفقتنا وما تركه هذا اليوم من انطباع جيد لديهم. إلى هنا تكون قد انتهت رحلتنا لليوم، وإلى أن ألقاكم في تقرير جديد، في أمان الله.